لا طبعا المفروض ترضع اولادها لان ده كويس للاطفال، ومش كله لازم نلجأ للصناعي يعني. فانا شايفه ان لازم نرضعه، حرام يعني. الكلبة بترضع عيالها، احنا ليه مش هنرضع عيالنا؟ ده القطط بترضع عيالها، ازاي احنا ما نرضعش عيالنا؟ مين اللي هيرضعهم لنا؟ لازم ده مسمار يعني، زي ما طلعت كده ولقيت والدتي والناس الجيران الكبار اللي زيي بيقولوا ده مسمار العيل اللي بيخليه صلب زي الفل بتاع المصريين دلوقتي. لا انا حاسه انها ملزمه، لان يعني البيبي بيحسها هيكون قريب من امه اكتر لو هي رضعته، فملزمه. فين حقوق الاطفال؟ يعني ما ينفعش سؤال ما ملوش اجابه، اللي هو لازم يبقى ليهم حقوق. مش هيطلع من غزه اكتر بسبب اللبن الصناعي، او ربنا مش منزله عشان يبقى جبنه، لا هو علشانه مش لحد بس. لا طبعا مش موافق طبعا، واعترض طبعا على الكلام ده اكيد. يعني ازاي ما كانت الام مش ملزمه برضاعه اولادها؟ امال مين اللي لازم يرضع اولادها؟ احنا عندنا كمسلمين في القران ان انا عندي وحملوه وفطموه 30 شهر، فين الفطام؟ مين المسؤول عن الرضاعه؟ اكيد الام طبعا. فمش اي حد بيتكلم في اي حاجه، اكيد ناخد كلام عن احمد الجد يعني. مفيش حاجه اسمها ما ينفعش نقول انها مش ملزمه، بس في نفس الوقت اللي هو يعني هو بيبقى حق الام يعني حق الابن من الام، ما ينفعش نقول لا انها مش ملزمه. لا شرع ولا دين ولا اسلامنا ولا الاديان كلها تسمح بكده. ده كلام مش مظبوط ومخالف للشرع والعقيده وحتى الانسانيه يعني. لا ملزمه عشان هي اللي جابتهم للدنيا يعني. لازم الواحدة ترضع رضاعة طبيعية، عشان الرضاعة الطبيعية بتعمل مناعة للطفل لمدة 6 شهور. هو لازم الطفل يرضع عشان يحس بحنان الأم، وهي تحس بأن هي أمه، وتحس إزاي أن هي تربي عيلها كويس وتربيه في أحسن حال طبعا. ده كلام ضد الدين أصلا. الزهرة دي يعني الحاجات دي ظهرت هنا، ما في الأرياف طبعا ما عندناش الكلام ده. لا ده المفروض الرضاعة دي طبيعية، المفروض لازم ترضع بنتها او ابنها، وانا مفيش احسن من لبن الام يعني. لا بصي، هو الالزام جاي من القران يعني، اللي هو بما معناه يعني ارضعوهن حولين كاملين. لما نستوجب الرضاعه يعني، الا في حالات في الامهات بتبقى ما بتقدرش ان هي ترضع ده لاسباب صحيه للام. لكن هو اساسا لبن الطفل، اساسا لبن الام مفيد جدا اساسا، اثبتت الحاجات يعني المختبر يعني في الاختبارات وكده وكده، ان لبن الام مفيد يعني طبعه مفيد. بالنسبه للرضاعه لا، الام ملزمه برضاعة طفلها، لان هي لو مش ملزمه يبقى ما تخلفش احسن يعني، ده من وجهه نظري. ما دام انت مش قد المسؤوليه يبقى لا ما تخلفيش احسن.